أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح التمارين اللي كنت كلفتكم بها باش تنجزوها في الحصة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا كلكم لا الحاضرين لا المشاهدين ديالنا الأعزاء نجزتوا هاد التمارين. والآن لاحظوا معي التمرين الأول على الشاشة. كان مطلوب منكم في هاد التمرين هو أنكم تكتبوا هذه الكلمات، وعندنا جوج ديال الكلمات، الكلمة الأولى اللي هي ربك، والكلمة الثانية اللي هي أرسل. لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوا الكلمة الأولى على هاد الحروف البهتة وفي نفس الوقت غادي نقراوها. دابا غادي نبداو نشوفوا هذه الكلمة كيفاش كتكتب. ربك، عاودوها ربك، نشوفها مرة ثانية ربك، عاودوها ربك. والآن شوفوا هذه الكلمة الثانية اللي هي أرسل، لاحظوا معايا كيفاش كنكتبوها على هاد الحروف البهتة. أرسل، أرسل، عودوها أرسل. نشوفوها مرة ثانية كيفاش كتكتب. أرسل، عودوها أرسل. الآن من بعد ما صححنا هاد التمرين الأول غادي ندوزوا الآن للتمرين الثاني. لاحظوا معايا التمرين الثاني على الشاشة. كما كان مطلوب منكم هو تربطوا كل كلمة بالحرف اللي كيناسبها. ودابا غادي نبداو بالكلمة الأولى اللي هي كلمة ربك. أشنا هو الحرف اللي كيناسب هذه الكلمة؟ واش نسطر فاش كاين هذا الحرف؟ تفضلي رقية. السطر الثالث. في السطر الثالث، مزيان، اللي هو حرف را. أحسنتي. إذن كنربطوا كلمة ربك بهذا الحرف كما كتلاحظوا معايا على الشاشة. ودابا نشوفوا الكلمة الثانية اللي هي أرسل، وهذه الكلمة سبق لنا وربطناها بالحرف اللي كيناسبها اللي هو الر، كما شفنا في الحصة الفايتة كما كتلاحظوا معايا الآن على الشاشة. وبقات لنا هذه الكلمة، أشنا هو الحرف اللي كيناسب هذه الكلمة؟ راشدة. سطر الثاني الج. أحسنتي، مازيان، وكنربطو يجعل بهذا الحرف كما كطلعتوا معايا الآن على الشاشة. إذا من بعد ما صححنا هذه التمارين غادي نعودوا الآن نستمعوا لقراءة جديدة لصورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. الآن من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة ديال سورة الفيل غادي ندوزوا الآن نشرحوا المعاني ديال الكلمات والعبارات ديال هذه السورة الكريمة. نبدأ بالآية الأولى، كيقول الله سبحانه وتعالى ألم ترى. ياك بلغ العلم ديالك يا محمد وعرفتي، أش عرف سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شنو صنع ودار الله العظيم القوي بأصحاب الفيل؟ وشكون هما أصحاب الفيل؟ هما أبرهة اللي هو الملك ديال اليمن والجيوش ديالو اللي توجهوا لمكة المكرمة على أفيال باش يهدموا الكعبة المشرفة ويصرفوا عليها الحجاج ديال العرب. وهاد الحادثة كانت في السنة اللي تزاد فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاد الشيء علاش كانت كتسمى هاد السنة بعام الفيل. وكيقول الله سبحانه وتعالى ألم يجعل كيدهم. واش ماشي الله تبارك وتعالى جعل المكر ديالهم والتدبير ديالهم والسعي ديالهم في تضليل، بمعنى في خسارة وهلاك، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وسلط عليهم الله تبارك وتعالى جنود وطيور جاتهم من جماعات جاتهم من كل ناحية وفي كل جانب. واش كدير هاد الطيور؟ واش كيديروا هاد الجنود ديال الله سبحانه وتعالى؟ ترميهم بحجارة من سجيل، كتقذفهم وكترمي عليهم حجارة صغيرة من الطين المتحجر اللي كانت بحال الرصاص. أي واحد ضرباتو هاد الحجرة ولا ضرباتو ولا صيباتو في الدات ديالو إلا وأوردته قتيلا وقضت عليه، نسأل الله عز وجل السلامة. وكيقول الله تبارك وتعالى فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم تعالى بحال الورق ديال الشجر اللي عصفات به الرياح وكلات الدواب
وكتعرفوا هذاك الربيع وهذوك الوراق اللي كلاتها الدواب ودست عليها كيفاش كتكون. والان من بعد ما شفنا هذه المعاني العظيمه ديال هذه الصوره الكريمه غادي نشوفوا الان المغزى ديال هذه الصوره الفيل. بيت الله تعالى عنده واحد المكانه عظيمه، وكل واحد اغتر بقوته وتجبر غادي تكون نهايته بحال اصحاب الفيل. وهذا مثال بسيط على القدرة الإلهية العظيمة اللي كينتقم بها الله سبحانه وتعالى من دوك اللي كيعتديوا على الحرمات ديالو. إذا من بعد ما شفنا هذه المعاني العظيمة وهذا المغزى ديال هذه صورة الفيل، وقبل ما ننهيو معكم هذه الحصة غادي نطلب منكم الآن تنجزوا هذا التمرين اللي موجود في نهاية الحلقة 37 في مادة القرآن الكريم. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. والمطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تربطوا بين العبارات والكلمات بالمعنى اللي كيناسبها. وغادي نعطيكم واحد مثال باش تزيدوا تفهموا مزيان أشنا هو المطلوب منكم. كذلك انتبهوا معنا مزيان مشاهدينا الكرام. غادي نربطوا هذه العبارة أصحاب الفيل بهذا المعنى اللي كيناسبها اللي هي أبرهة الحبشي وجنده. وانتم غادي تكملوا العبارة والكلمة المتبقية، كل كلمة غادي تربطوها بالمعنى اللي كيناسبها. وهكذا أخواتي إخواني آتينا على نهاية هذه الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة. ودابا غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.